الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة النائبة الوطنية، السيدة ممثلة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية، السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، السادة الخبراء في ميدان الرعاية الاجتماعية، السادة الشركاء المجتمع المدني المؤسساتيين، السادة رجال الإعلام، أيها الحضور الكريم، سيداتي وسادتي، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مكتب جمعية الدعم المركب الاجتماعي ابتسامة بالصويرة وعن رئيس وأعضاء جمعية الوادي الأخضر للتنمية بتلمس، أن أرحب بكم في هذا اليوم المبارك المقام على شرف الأشخاص المسنين في إطار مشروع من أجل سياسات مجالية دامجة للمسنات والمسنين بمدينة الصويرة. أمامكم واحد الطبق شهيد ديال المواضيع غادي يحمل لها المواضيع ربما تناقشوهاش كالعادة، يعني كيف تناقشو باقي المواضيع الأخرى يتعلق بحقوق المسنين وضعيتهم الاجتماعية السليمة في الرفع من الوضعية الاجتماعية الاعتبارية للمسنين لقبولنا، ولكن نحن كذلك سنصرح غدا أو بعد غد منهم، وعشان لقاء يعني يتوج بمقترحات في إطار ما يملكه المجتمع المدني من إمكانيات في ظل دستور 2011 عبر آليات ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. هذه أشكال برلمانية صراحة، ما كنحسش براسي هنا إلا مناضلة جمعوية جزء من المجتمع المدني اللي كنعتبر راسي بأنني حاولت في العقود الأخيرة العقدين الأخيرين أنني نبني مع إخوان وأخوات فيه هذه الثقافة ديال أهمية المجتمع المدني والدور الفعال ديالو، وبالتالي أنا كنحضر أيضا كتبقى كفاعلة باش ندعموا كل المبادرات اللي مشينا أنها تحدث تغيير المجتمع. وكنتذكر يعني بالحضور ديالنا داخل مدينة الصويرة لأن بالفعل كاين البرنامج اللي حنا بصدده اللي ضاع عليه الأستاذ راجي بشكل كبير، كان جمعية الناخب في مدينة الصويرة، فحنا كنا بالبداية ديال مدينة الصويرة من الركائز الأساسية في الجهة، وبدينا كنشتغلوا فيها من 2005 الإخوان والأخوات اللي عاشوا نشرت معاه في مجال المرأة ومحاربة حقوق النساء، الآن عاوتاني عندي الشرف أني صبحت رئيسة قسم يعني للأشخاص المسنين والأسرة نشتغل في هذا الموضوع، هذا الموضوع الجديد اللي هو موضوع الدورة الهيئية وأنا أصبح أفرد نفسه من أجل مناقشته وخروج يعني بتوصيات يعني فائدة في هذا الموضوع هذا. إذا كنشكركم على هذا اللقاء على الدعوة، وكيشرفني أنني نمثل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والنفس والأسرة في هذا اللقاء هذا. يعني أنا غادي نتخلص من الأوراق وغادي نتفاعل بشكل مباشر حول هذا الموضوع هذا. أولا يعني قبل ما نمر للعرض الجديد اللي هو غادي نقدم بعض نتائج التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للأشخاص المسنين، غادي نذكر بشنو هي مجهودات الوزارة في هذا المجال، خصوصا أن الوزارة هي قطاع مسؤول على هذا الملف هذا. إلى اتاحت الفرصة ديال اللقاء والنقاش في حد في أحد المواضيع اللي نصحت من مواضيع الساعة في المغرب وحتى في بعض الدول الأخرى. كما قبل ما ندخل العرض النتائج ديال العرض بغيت غير واحد التوضيحة وشي من خلالها إلى أن المغرب عرف تحولات اجتماعية مهمة، لكن للأسف لم تواكبها بعض التحولات المجتمعية، وبطبيعة الحال كما كتلاحظوا في خلال العقدين الأخيرين عرف المغرب مجموعة ديال التحولات الديموغرافية السريعة بفعل تراجع أمد الحياة ومعدلات الوفيات والخصوبة، وتطور كذلك مستوى المقاعيش
كنا كنعرفوا التغيرات اللي عرفها العمران عرفها جميع القطاعات بالمغرب. كذلك خلال هذه المده هذه قمت باعداد للدوله 36 نص قانون ما قمتش بها خلال المسار ديالي. اذا القضيه هذه الفتره راه في اوروبا كيسموهم لي سينيور وفي اوروبا انا كنعرف اعداد نظف وزاره التنميه في فرنسا ووزاره الشؤون الاجتماعيه والصحه في فرنسا انهم الاشخاص المسنين اللي هما موظفين دايرين لهم مكاتب كيجيو بجوج مرات في الاسبوع باش كيعطيو لي كونسلطاسيون بور لو كوتشين ديال الشبان اللي طالعين ديال دونك. اذا خصنا نضرو لهاد ماشي فقط غير النظره ديال دوك اللي بحالهم شاهين كذا ولكن خصنا ديك القاطره اللي غنجبرو لها الاخرى. المحدد الثاني وهو محدد اللي هو قانون ولكن القانون راه ماشي القانون عنده الروح ديالو الا باش ماشي القانون ولا البرلمان ما كيدير لنا شي حاجه ما عندها ولكن كاين هناك خص الروح ديال الروح ديال التشعيب هي كتعطي ديك كدير لانجيكسيون ديال شي حويجات باش هو خصو يستمر. وان هاد المؤسسات غادي تسير من طرف المجتمع المدني ماشي الدوله المجتمع يعني غتعطي المجتمع المدني بهاد المعايير وهاد الشروط وهذيك جميله جدا الشروط. ولكن السؤال الذي يطرح المجتمع المدني خصنا نعرف بلي هذا اجتماع ديال المجتمع المدني هو واش متوفره الشروط القانونيه والجبائيه المناسبه لهذا المجتمع المدني والقوانين اللي تقول بان الجمعيات خصهم يخلصوا نفس الضريبه بحال مؤسسه ديال بحال شركه واش تعترف بالبيرسونيل يعني بالحقوق ديال البيرسونيل. هذا الإشكال كبير مزيان هذا القانون جميل جدا. تقسمنا مع الجلسة الأولى كيفما سبقكم أشكر أن الجلسة الأولى كانت عبارة عن مداخلات ديال الناس التقنيين وديال الوزارة الوصية. دابا الجلسة الثانية هي حاولنا أننا نبرزوا بعض التجارب اللي هي مواساة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي. كنت حضرت واحد أول لقاء جهوي مع الجمعية الاتحاد الوطني لنساء المغرب من بعد تبلورات عندنا الفكرة أننا نخدموا على أن بروجي انتيغري الأشخاص المسنين وصلت للطلب ديال السي عزيز قمنا واحد يعني واحد مشروع أولي لما يسمى بدي ريزيدونس موديل ريزيدونس بور سينيور عمل مؤسسة رعاية اجتماعية داخل الإقليم وخارج الإقليم اللي منها تكون أول مؤسسة اللي كانت وتحت الطلب اللي كان آنذاك ملح هي دار الطالب الحمشان 1984 واللي كانت تضم ما يفوق 300 مستفيد عاد من بعد منها تفرعات مؤسسات أخرى. المؤسسة هي مركز اجتماعي الحمشان يضم اولا افتتح او افتتحت ابوابه وضع الحجر الاساسي ديالو على اطار الزياره الملكيه في 2004 وتم افتتاحه في 11 نوفمبر 2005 وقد تم فتحه من طرف مشموله برحمه الله السيده زوليخا النصري وابتدا في استقبال المستفيدين في نوفمبر 2015. Le staff, on a les spécialistes le souffle des soins, une infirmière surveillante générale des soins, qui est une chargée des aides-soignantes et un aide-soignant, ou une coiffeuse esthéticienne sur place. Et pour le personnel technique et d'entretien, on a 15 employés polyvalents, ça veut dire que c'est des personnes liées affectées à l'entretien, mais qui peuvent aussi être affectées en tant qu'aide-soignante. Elles donnent des formations d'aide-soignante et d'entretien toujours. خاصة بالمسنين. هذا اللقاء ديال اليوم كان مدينة الصاويرة أنه في الأول أنه يولي الاهتمام أيضا بالفئة العمرية ديال المسنين نظرا للاحتياجات ديالهم نظرا أيضا للوضعية الفرنسية اللي يمكن يعيشوا فيها والحاجية السكنية والاقتصادية هي جديدة في المغرب وكنتمناو أننا نربحوا الوقت والرهان وأن المغاربة والمغرب يكون تنتظر منها الكثير واللي هي حقا تستحق اننا نهتموا بها اكثر. اسلام عليكم. في اجتماع اجتماعي وجهي. طبعا هذا اللقاء ديال اليوم اللي
في إطار مشروع إعداد السياسات المجالية في مجال أشخاص المسنين في الصورة. كان الموضوع اللقاء مجموعة من العروض كان من بينها عمل يتعلق بالمنظومة المعيارية الخاصة بالمؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بإقليم الصويرة، حيث تم عرض المنظومة التي تنص عليها المتوظف القانوني الجانب العمل سواء في إطار قانون 1465 أو في إطار القانون الجديد الذي صدر مؤخرا للجالية الرسمية والذي 65-15 حال فتيح المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالصويرة التحق جديد بالإقليم ديال الصويرة يعني في شهر 9 والحمد لله ملي التحقنا بهذا الإقليم وحنا كنحاولوا نواكبوا جميع الجمعيات وجميع المؤسسات في الأنشطة ديالها وكنحاولوا نوجههم وكنحاولوا نكونوا معهم جنب إلى جنب باش إن شاء الله نوصلوا بالعمل الاجتماعي ونلتقيوا به الهدف المنشود ديالنا كاملين. بالنسبه للقاء أستاذ، بالنسبه للقاء هذا اللقاء كان جد مهم ومن مجموعه ديال النقاط هو نحاولوا نقربوا الهموم ديال المجتمع المدني الهموم ديال الناس كاملين ونحاولوا نلائموها مع الاستراتيجيه ديال الوزاره ديال التضامن والاسره والتنميه الاجتماعيه. كان لي الشرف باش نشارك بحد المداخلة اللي كانت عبارة عن بحث اجتماعي حول الظاهرة ديال المسنين بإقليم الصويرة. رئيس قسم الأسرة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. أولاً تشارك الوزارة في هذا اللقاء الذي نظمه مركب ابتسامة بشراكة مع جمعية النخيل وباقي الشركاء حول موضوع الأشخاص المسنين. في الحقيقة هذا موضوع دورة غنية وآنية، كنعرفوا الآن أن المغرب كيعرف واحد تحول ديموغرافي الذي ينحو نحو التشيع. هذيك الصناعه اللي كانوا كيديروا هذيك الحرفه اللي كانوا كيديروا وربما تعرف لهم عرض تم بيع ثلاثه ويشوفوا بان ما هما راه يعني كيجنيو واحد الحاجه وفي نفس الوقت كيقوموا بشي مهمه في حياتهم باش ما يكونش ذاك الملل وذاك الفراغ وذاك الروتين اليومي. وشكرا. كنستخدموا الفن في تجهيز مساعده المسنين المهم اننا وفرنا بعد واحد الفخيرنا والوزاره. المهم الموضوع التدخل ديالي انا هو شفت المشروع انا تدخل اوروبا وشفت كيفاش يتعاملوا مع المسنين ودابا النموذج الاوروبي او الغربي هو بالنسبه لي غادي حلال كتب حلال راه الشريعه الاسلاميه والمثل المعروف الجنة إحدى الأمهات والوالدين إحسانا وحلف وحرب ما نساوش بغينا الشيكون ديال الطلبة الغربية ولكن مع مراعاة وكمل مع مراعاة ديال ما جاء في القرآن الكريم. كنلاحظوا في الشارع وفي مجموعة الأماكن أشخاص مسنين يعانون من جميع المصالح صحة من العنف من وبالتالي إذا ما كانش مؤسسات اللي تقويهم وتحميهم ويعيشوا في واحد الطرف اللي كيحفظ لهم الكرامة ديالهم غادي نكونوا حنا مساهمين في جريمة إنسانية. الموضوع اللي التيمة اللي تختارت ولا حتى الشركاء أو الناس اللي كيحضروا معنا اليوم مشكورين. انا شخصيا تابعت العروض كلها خصوصا العرض اللي جا من عند العرض اللي هو للمؤسسه الوصيه على شؤون المسلمين واللي وقف عند ندره المعطيات عند غياب اطار معياري الى اخره. هذا كيبين بان احنا اليوم في المغرب مازال ما عندناش تصور واضح اي هذه من اجل السياسه المجاليه ما جا ما كايناش. إذا كنا كنعتمدوا فعلا على المجتمع المدني كشريك
كشريك في إطار هاد المقاربات التشاركية اللي اليوم كتاخد بنات مجموعة مش بغي نقول لحت الكرة للمجتمع المدني، ولكن اليوم صبحوا الجمعيات منتظر منهم أنهم يقوموا بواحد الدور. دارت الوزارة ديال التضامن تقريبا هذه واحد 3 سنوات ما تعاودش مازال دار، مع العلم أنه هذيك الحملة كانت مهمة، كنا يعني كنا عايشناها عن قرب وآوات العديد من الناس خصوصا المتشردين اللي كانوا في المناطق اللي كانت لأنه كتعرفوا قسوة ديال البرد والشتاء، وكانت خاطة فيها المجتمع المدني وخاطوا فيها كذلك المستثمرين وخاطت فيها الوزارة بإيجابية. وربما الإنجاح ديال هذا التمرين وديال هذا المشروع راه يعطينا واحد المثل باش يبدا في مجالات أخرى، مجال مثلا ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، ما في المجال ديال النساء راه ما كاينش شي مشروع اللي فيه هذه المقاربة الشاملة. كاين تجارب اللي فردية متميزة بحال اللي احنا فيها اليوم مركز الابتسامة أو ربما جمعية الخير، ولكن المقاربة ديال هذا التعارض المشروع ديال المسنين تخلي تعطي واحد التمرين ديال المشروع العام مرتبط بالديمقراطية التشاركية، يعني ما يبقاش هذاك المجهود الفردي فاش ديروا جمعية ولا جوج ولا ثلاثة راه ماشي حل مجتمعي هذا. واعتباري على إشبالية وكان مازال حركة الصبح لها محطة، وكنشوف بصراحة كما شكر حقا أنك تشوف أحياناً تكون تطورات أخرى في المدينة، وذلك السائح اللي تيجي من مدينة بعيدة أول ما يطع الأجل ديال المدينة كنشوف داخل محطة ماشي محطة طرقية بصراحة ما عرفتش باش نسميوها ناس ناسي وشي يجي للحيط. أنا كنتسائل شكون المسؤول؟ واش الجمعية المدنية؟ واش المؤسسات؟ السلطة الروسية؟ أنا غادي نجاوب عن كان جوج النقاط اللي هما كانوا بطريقة مباشرة بالنسبة أنا كنمثل الوزارة. المسألة الأولى ديال الموارد البشرية، حنا واعيين كاين واحد الوعي تام بأن الأطر يعني الموارد البشرية العاملة في مراكز الرعاية الاجتماعية هي قليلة، ما قليلة. ثانيا حتى من ناحية ديال التكوين، ولهذا أنا في الصباح في العرض ديالي غادي نطرق لأن الدراسة اللي كانت درتها الوزارة في 2012-2013 على حول مراكز الرعاية الاجتماعية خرجت مجموعة من التوصيات والإكراهات والتحديات اللي كتعرفها المراكز هذه، وكان بين المحاور الأساسية لأن الوزارة دارت واحد البرنامج وطني لتأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية. على 50 ديال 10 ديال الطب الشيخوخة و 50 طب ما كافيش، دونك خاص يكون واحد لا سينيرجي فهاد الاهتمام بهاد الاشخاص، هذا هو الهدف ديالنا. دونك بالنسبه كما جاء على اللسان ديال الاخ محمد الاخر الفو فالوريزي هادشي تاع الموارد البشريه، هاد الناس دابا اللي تخدم المبادرات خصنا الفو لي فالوريزي ونزيدو منهم كيما عبر مع الصلاح الاخ يوسف ديال الجمعيه الفرنسيه. دونك جاء هذا اللسان ديال السي ديدوش، حنا اليوم بغينا نوصلوا لواحد الخطه اقليميه ان بلون داكسيون بروفانسيال اللي فيه جميع المتدخلين لا الترابية لا الجماعات المحلية ولا الإقليمية ولا الجهة، على حسب الخصوصية تاع كل إقليم، على أساس هاد الأشخاص المسنين. دابا اليوم في المغرب تلقى واحد عدد السياسات كاين دابا الخطة الإقليمية ديال الطفولة كاين ديال المرأة، اليوم خصنا نتابعو من أجل تاع الأشخاص المسنين تكون عندهم واحد البلون داكسيون بروفانسيال واللي فيه جميع المتدخلين يمكن نسهل، وهذا هو التصور ديالنا اللي بغينا نوصلو ليه، أننا تكون عندنا واحد المؤسسة يمكن يكون لجنة إقليمية يمكن يكون وكالة يمكن تكون أي حاجة. انواع الاقصاء ولدت قضيه التسول ولدت قضيه الناس في الشتاء ولدت قضيه عدد الناس المتشردين المسلمين، اذا المعادله ديال الواقع اللي هو ديال الاستمتاع الموجود في اقليم الصويره، وكذلك الاطار ديال المؤسسات والجمعيات التي تتدخل بشكل مباشر او غير مباشر، ماشي بالضروره هذه الورقه ديال السياسه العموميه في السياسه المجاليه الدارجه لا تتحدث فقط عن المؤسسات ولكن تتحدث عن كافه المتدخلين وبالمئة تدخلات متعدده، حتى ان جمعيه الاحياء تتدخل، حتى جمعيه ديال متخصصه في 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 بعض الامراض الخاصه تتدخل. اذا خاصكم هذه الورقه سوف يتم عرضها ان شاء الله عن طريق كيف الشعبي رئيس الجمعيه تاع الموكب الاجتماعي لسنا. اليوم الموكب عرف لقاء جهوي خاص بوضعيه المسنين
في وضع في اقليم الصويرة، وهذا الذي اندعج ضمن المشروع ديال الترافع اللي تم نجزوه بالشراكه مع جمعيه النخيل، واللي اختارينا ليه الموضوع ديال سياسات مجاليه دامجة للمسلمين والمسلمات في مدينة الصويرة. على أساس هذا النشاط اليوم فيها التكلفة باش نخرجوا بواحد العدد ديال الأفكار والتصورات اللي عليهم إن شاء الله غادي نبنيو واحد المخطط استراتيجي ديال الترافع، وكذلك على النقاط القوية اللي تضمها المذكرة الترافعية. من بعد الصياغة النهائية ديال المذكرة الترافعية غادي نعقدوا إن شاء الله واحد اليوم إعلامي اللي غادي نبرزوا فيها هذه النقاط اللي زادوا مات النقطة الترافعية، وغادي نديروا واحد المنبرزوا مخطط التواصل ديال هاد برنامج تعزيز تحقيق الديمقراطية التشاركية اللي تتشرف عليه دائما جمعية النخيل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي. وهذا بالنسبة لنا شرف وحظ أننا نديروا هذا التمرين على صعيد مدينة الصويرة وإقليمها، واللي هو إن شاء الله يكون واحد نقطة انطلاقة للاهتمام أو للفت الانتباه لهذه الفئة ديال المسنين، على أساس نتمانوا في هذا الموضوع، على أساس يمكن نتعاملوا مع مواضيع أخرى اللي غادي تكون هي نطرحها عندنا في إطار الاشتغال اللي تنشتغلوا فيه في المركب الاجتماعي ما بين المرأة والطفل، واللي فاش تنفتحوا على المرأة والطفل فإنك تنتقلوا واحد العدد ديال الفئات هشة داخل المجتمع وداخل الأسرة. شكرا.